مساء الخير. اهلا اهلا فؤاد بيه، عاش من شافك يا بغداده. ازيك يا سلمندر؟ وحشنا قوي يا فؤاد بيه، فينك من زمان؟ محدش بيشوفك ليه؟ والله مشغول شويه يا سلمندر. قول لي يا سلمندر، انا هو الرئيس عبده مندوخ ما بيجيش الخمار اليومين دول؟ ازاي يا بيه يقدر ما يجيش؟ ده لازم يمضي حضور وانصراف يوماتي عندنا يا دوب. يا سلام، اقعد اشرب لك بنوره عبال ما يجي على طول. يعني اكيد جاي؟ طبعا اكيد. طبعا. والطريق مفتوح، طلعوا لي منين يا اخويا فؤاد؟ معرفش، رحت داخل فيهم. ماتوا؟ اتنين ماتوا، واحد بيودع. وبعدين؟ هلا قبل ايه؟ الشين والجيم والجيم والشين اللي هي سين؟ وثلاث ايام على ذمة التحقيق، وقضايا طويلة عريضة، يا عالم هتنتهي على ايه؟ قول طمني على نفسك. عايش بالديون. وتسددها ازاي؟ الديون القديمة ما بدفعهاش. طب والجديدة؟ بشبها لما تقدر. طب اسمع، اللي خلصك من ده كله ازاي؟ اقولك خلاص تبقى محلول، نبتدي بعربية ابوك. ابويا؟ انت جننت يا جدع انت. حيرتني يا شيخ فؤاد، انت مش بتقول ان ابوك كل يوم والتاني يتجوز واحدة ورميك انت وامك واخواتك زي الكلاب؟ اه خلاص يبقى جوحة أولى بنحمة طوره.
اللي لازم تفكر فيه دلوقتي مين اللي هيكسر باب العربية ويدورها من غير مفتاح. عندي صباح الخير يا شيخ حسين. اهلا اهلا علي بيه. اهلا بيك يا باشمهندس. امال فين عم بدر؟ الوالد تعبان شويه، اي خدمه؟ العربيه عايزه سمكره كامله. احمد. ايوه يا باشمهندس. تعال شوف العربيه فيها ايه. لا لا ملوش لزوم، انا افضل لما والدك يقوم بالسلامه يبقى هو اللي يشوفها بنفسه. احمد صنايع هيعجبك قوي. المهم يعجب العربيه. العربيه ما بترتاحش الا من ايد والدك. سلام عليكم. سلام عليكم. رايح فين يا احمد؟ شوف لي ورشه تانيه اشغل فيها ايديا. شهر بحاله ما حطيتش ايدي في عربيه. ايه ده هتنشف وهنسى صنعه. طب مش تعرف حسابك قبل ما تمشي؟ لما ربنا يسهل ويبقى معاك نبقى نتحاسب يا باشمهندس. سلام عليكم. ليه كده يابا تعمل فيا العامله دي؟ كنت اقول لك علمني الصنعه، تقول لي كفايه انا ايديا اتحرقت وتوسخت. خليك انت يا حسين للنظافه. اهي فضلت ايديا نظيفه لحد ما بقت انضف من الصيني بعد غسيله. مالك شال طاجن ستك ليه؟ ما انت عارف اللي فيها. اما غريبه والله، الراجل الطيب يعيا والراجل المفتري يتجوز. هو ابوك اتجوز تاني؟ وضيع مفاتيح العربيه قدام بيت العروسه وبعتني ليك عشان تفتح العربيه وتدورها له. بس احمد ساب الورشه. ودي شغلانه عايزه صنايعي. تعال افتحها انت وخد لك 5 جنيه. هو بيت العروسه فين؟ الكبوت. انتوا بتعملوا ايه؟ انت مالك؟ عربية ابويا بندورها. دي مش عربية ابوك، دي عربية العريس. ما انا ابنه. انت ابن الحنتيت بيه؟ ايوه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخويا. يلا حسين. اعلى بالخمسة جنيه. اصبر على رزقك لما نرجع. نرجع نرجع منين؟ دلوقتي تعال. ايه الحكاية؟ سي فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا سي فؤاد، نورت. ده النور نورك يا معلم. مين اللي قاعد في الأوتومبيل ده؟ ده حسين صاحبي. لسانه مقطوع وسره بير. طب يلا. خد من غير ما تعد 500 جنيه. 500 بس يا معلم؟ يعني بشتري جنايه والجنايه ما تدفعش فيها اكتر من جنيه. ده جمركه بس زياده على الالف. وجنايتها 5 سنين. بس يا معلم انت عارف انا مزودك 200 جنيه لاجل شريكك. لا انا مش شريكه. وبتقول لسانه مقطوع وسره كبير. حسين قلبه عليك ومش عايزك تدفع كتير. وكيف هو يرضى بالمحلوم وانت لا؟ يا معلم انا مصاريف كتير
ورايا امي واخواتي والجامعه ومصاريف. عفصل، هات فلوسي وخد طنبيلك، مع السلامه. لا لا لا، اخد فلوس احسن. سلام عليكم. مع السلامه. يلا حسين. نهارنا نادي بالصنعة الهادي. خد اخويا. مع السلامة يا سي فؤاد، نورت يا سي حسين. الله يخليك. ايه ده يا فؤاد؟ بتبيع عربية ابوك؟ ولو طولت ابيعه هو كمان هبيعه. اشمعنى هو باعنا؟ هو غلطان، نقوم نغلط احنا كمان. الكبير لما يغلط الصغيرين يعملوا ايه؟ يصححوا له غلطه. اهو ده اللي انا بعمله. نصلح الغلط بالغلط؟ مش احسن ما اشيل له طبانجه ولا اسلط عليه حد يقتله؟ ابوك. عارف يا حسين انت مكبر الحكايه ليه ومستكترها؟ لان ابوك راجل طيب، ما حرمكش. لو كان ابوك زي ابويا كنت عملت قد اللي بعمله ده 10 مرات. خد يا حسين. ايه دول؟ شوف طلبات ابوك. انا ابويا ما يتعالجش بالقرش الحرام. بلاش مكابره يا حسين، احنا في ابتدائي قسمنا السندوتش وفي ثانوي خمسنا السيجار. كان نفسي في الجامعه نقسم الكتاب ونخمس المذاكره. بلاش كلام انشا، الانشا ما بتاكلش ولا بتشربش، اللي بياكل وبيشرب القرش. القرش الحلال مش الحرام يا فؤاد. ايه ده؟ كام دول يا معلم؟ انا بالشكل ده حرم اجيب لك زباين. بلاش طمع يا مندوق وارضى بقليله. انا برضه اللي طماع. قلت لك 100 مره عيش وانت ساكت يا مندوق. كده؟ طيب. طيب يا سليم الكلب. سي حسين. ايوه نعم. الست نعمات جارتكم كانت هنا دلوقتي وقلبت الدنيا عليك. خير في ايه؟ ابوك تعب قوي وامك ودته على المستشفى. مستشفى؟ الاسم بدر السعيد. الحالة النفس مكروش. مكروش؟ ودي هكتبها ازاي؟ خليه مقطوع. مقطوع مقطوع، انت قادرة. خدي اهدي رقم الدور بتاعه. كم الهي نجيب؟ 27. 27؟ صبر يا رب. بيموت يا دكتور. لازم تكشف عليه دلوقتي. هكشف عليه ما يجي دوره. بقول لحضرتك مش قادر ياخد نفسه. وانا مش قادر اخد نفسي.
عدد عينين كبير اللي منتظرني. ان كنت مستعجل روح اجهز له على درجة. ارجوك اكشف عليه وخد اللي انتوا عاوزينه. طب روح ادفع في الخزنه 100 جنيه وثلاثة وانا مستعد اكتب له دلوقتي دخول على درجة. 100 جنيه وثلاثة؟ ايوه. طب واللي ما معاكش يموت؟ يا استاذ دي مسائل اداريه مش عاطفيه، ثم ان ده نظام المستشفى، المجان ينتظر دوره. بس ده ظلم. يا استاذ اتفضل ما تعطلنيش، اقفل الباب يا محمد. انتوا كده بتاكلوا حاجه بني ادمين. خدت العربية. خدتها منين؟ من قدام البيت. بيت مين يابا؟ بيت ال البيت ال البيت مكسوف تقول بيت العروسة. عروسة؟ أنت ما كفاكش خمسة يا أبو فؤاد ولسه بتقول يا جواز. حياتي وأنا حر فيها. أنا حر في حياتي. أتجوز أطلق أنا ومزاجي. طب وإحنا يا أبو فؤاد؟ أنتوا أنتوا مين يا الماما يا غجر يا حوش؟ عاوزين تسرقوني عيني عينك؟ بدل ما تقولي لي بطل جواز قولي لابنك يبطل سرقه. ما هو لو كان لقاله اب يربيه ما كانش مد ايده. اخلصي ما تضربش امي قدامي. واضربك انت كمان واضرب اللي يتشددنا. ابني اطلع بره بره بره. ابني ما يخرجش من بيته. يمين طلاق بالثلاثه. لو ما خرج دلوقتي حالا لا تحصليه انت واخواته كمان. مفهوم؟ اخرج ما اخرجش ليه؟ واللي يجري على ابني يجرالي. لا لا يا امي، بهدلتك في بيتك اكرم من بهدلتك في الشارع. برا فؤاد فؤاد تعالي هنا. تعالي سيبيه سيبيه يترمي في الشوارع عشان يجوع ويتعلم. فؤاد حسين وقف كده ليه يا حسين؟ انا كنت طالع لك بس سمعت اللي حصل بينك وبين ابوك. ولا يهمك، ايه اللي جابك؟ اصل ابويا في المستشفى. خير عنده ايه؟ ما عندوش فلوس. بسيطة ولا يهمك. خد خد اللي انت عايزه. انا فعلا كنت جاي استلف منك بس انت دلوقتي محتاجهم اكتر مني. مش مهم، انا المهم دلوقتي نلحق اب. اب طيب، اب لازم يعيش. جبت الفلوس يا أما جبت الفلوس. يا بنت الكريم يا رب. الفلوس اهي. فلوس ايه؟ عشان والدي يتعالج. أبو حسين أبو حسين أبو حسين يا خرابي يا خرابي يا حسين. الفلوس يا ابو حسين. جبت لك الفلوس. جبت لك الفلوس. هما اللي موتوا ابويا.
هم اللي موتوا ابويا. ابويا موتوه، موتوه عشان ما فيش بلاش يعيش، عشان ما دفعش يبقى ده جزاؤه، عشان الفلوس، عشان الفلوس ابويا يموت. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. دم ابويا مش هيروح حضر، 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 دم ابويا مش هيروح حضر. هدفعكوا الثمن غالي. الزمالك، مصر الجديدة، والانتشار ده هيخلي مهمتنا تبقى صعبة. دول لو ما كانوش متخصصين، إنما تخصصهم ده هيساعدنا على إلقاء القبض عليهم. إزاي يا فندم؟ تخصصهم في سرقة الأطباء بالذات، ده يجعلنا نراقب مناطق تجمع الأطباء. زي العيادات، المستشفيات، أي عربية عليها شارة طبيب، تاخد حظها من المراقبة كويس. أرجوكم، عايز همتكم. الصحافة والرأي العام بيتابعونا. مكتب السيد الوزير كل يوم بيسأل. لقبض الأطباء بعد استفسار في مجلس الشعب. لا كفاكم، مش عايز حرب تكون بلدنا غير تواصل. انت مش قلت عايزها فيها 132 ويكون مطلع صاحي والدب صباعك في الشكمان يجيب ميه؟ انا عايز ملك الطنبلعه مش اللي راكبينها. وتفرق ايه بس يا معلم؟ تفرق كتير. 63 دكتور بيصرخوا، وصرخه المرضان غير صرخه الدكتور. انا اجيب اللي يعجبني. وانا عشان بيعجبني. والله الحكايه ما تستاهلش ده كله يا معلم، احنا ولادك وتحت امرك برضو. اللي انت عايزه هنجيبه لك. عايز فيك من غير دكاتره؟ لا. مرسيدس من غير ممرضات؟ لا. بيجو من غير سماعه؟ لا. ما عايز ايه؟ عايز شفرليه. شفرليه؟ ايوه شفرليه. واصرف على نادي بلدنا واكتب على فانيلات اللعيبه سليم شفرليه. وتتغلبوا من المنيا 5-0. ساعتين بندور على عربيه شفرليه بتاع الدكتور مش لاقيين. صدقت بقى انهم عالم تعبانين وكنت ظالمهم؟ دول ظلموني ظلم العمر كله يا فؤاد. ما انا اللي ظلمنا ابويا، اجري ورا كل اب واقتله ولا ايه؟ عن اذنك دقيقه واحده اشتري السجاير وارجع. تنساش الساعة 7 تفوت على شيراتون تجيب الضيوف وبعد العشاء توصل. أمرك يا ست هانم، بس أنا كنت عايز أستأذن حضرتك في حاجة. أنا عارفة إن السهر بيتعبك، لكن دول أجانب ما عرفوش البلد وما عندهمش عربية. الشغل ما يتعبش أبدا 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 يا ست هانم. أمال عايز تستأذن ليه؟ أنا قصدي أوصل ياسمين بنت الجامعة ومن هناك أطلع على شيراتون. مفيش مانع، المهم ما تتأخرش. ربنا ما يحرمنا منك ويخليكي لينا يا ست هانم. علبة سجاير مستورد وباكل بان وعلبة مناديل ورق. خد هندي أحسن. فين اللي بان؟
شايف دي؟ عربية صحية وبحالتها ومدموغة بالهلال الأحمر. ما تسيبك منها وتشوف لنا حاجة من غير ميكروكروم. هو أنا ورايا غير تجار الدم دول؟ يعني إيه؟ نرمي الشبك؟ ارمي. مبروك عليك يا عم سليم. هو دلوقتي؟ لا بالليل. الليل ملوش عينين. يلا يا ماما احسن ماما جه. خلاص يا ياسمين اخر واحد اللي في ايدي ده. طب يلا احسن اتاخر عليه. يا اختي الدنيا بخير مالك بس اربعه كده؟ اصل حفيت على مديحه. خدي دول ليك ودول لابوك يخليه ياكلهم قدامك لا ينساهم ويرجعهم لي ناشفين ويقول لي رزق فراخ. طيب بس بقول لك ايه ردي عليهم قولي لهم ان انا نازله حالك. حاضر يا حبيبتي. يلا يا مديحة بابا وصل. حاضر يا ياسمين دقيقة واحدة. الله تلاقيكي زي عادتك واقفة قدام المراية. يا ستي خلاص اهو جاهزة اهو. يلا يا ستي العربية فيها مراية. طيب انا ماشية يا ماما. وامك عرفت منين اني ما اكلتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما حضرتك نازل من غير ما تفكر. مش يمكن كلت برا؟ حضرتك بتستخسر في نفسك كوبايه الميه تشربها برا البيت. ياسمين يا بنتي اللي يعوز البيت يتحرم على الجامع. يا سلام يا عم طبطب دي بتخلي الواحد يسرح لبعيد قوي. بعيد فين يا مديحه؟ يعني لو ما كانتش طنط سيده ست طيبه واميره وياسمين صاحبتي وزميلتي كنت عملت ايه؟ كنت اتجوزتك. السلام عليك يا اموره. يا سلام يا سلام يا سيده الفول طالع من ايديها زي البطارخ. شايفه عامله طنشني ازاي؟ اقول له اتجوزك يقول لي معرفش ايه وتسلم ايدك يا سيده. ايه خدي ذوقي وانت تعرفي. لا انا هعزم حضرتك عندي النهارده في الكافيتيريا. مكرونه رافيولي واسكالوب بني. الله عشان يجيني مغص وقعد اتلوى طول الليل. احنا وصلنا حالا كده. مع السلامة يا بنتي ربنا معاك. ياسمين حسني خدتك في محاضرات النهاردة ورا عيون أختك الشيش بيش. حاضر. باي باي. باي. احنا مش هنروح نجيب العربية كده على طول؟ مش لما نسخن؟ نسخن ايه؟ نسخن الطاسة. احنا رايحين فين؟ حالا هتعرف. اهلا يا استاذ فؤاد. اهلا يا لسه مديحه. اتفضل الترابيزه بتاعت حضرتك فاضيه زي ما هي. دافيه دافيه ولعه. ازيك يا نسا مديحة؟ الله يسلمك. اي اوامر؟ وحشاني يا نسا مديحة. الله يخليك. ازازة لزوم التسخين. واحدة بس؟ اصل احنا ورانا شغل. الاستاذ حسين صديقي وزميلي ورفيقي وصبايا واحلامي. عندنا مشوار مهم جدا النهارده. ربنا يوفقكم وترجعوا لنا بالسلامة. هتلاقوني محضرة لكم ازازتين زي التلج. يا ريت يبقوا أربعة زي التلج يا نسا مديحة. الاسكيمو كله تحت أمرك يا أستاذ فؤاد. ربنا يوفقك ويعملها معاك يا رب. يا أميرة يا بنت القمر. وكمان ترابيزة خاصة يا عم؟ اخ كان نفسي تبقى هي الخاصة بتاعتي. بس مش باين عليها. عشان كده لازق في المحل ده بإيديا وأسناني. احنا كده يا رجالة. اللي تقول لنا نبعد عنها. واللي تتدلل علينا نجري وراها. إيه ده يا حسين؟ أول مرة أسمعك بتتكلم في اللي مالكش فيه. يعني إيه؟ الحب. حسين احنا النهاردة بنكسب بدل القرش 10، بدل العربية 2، بدل البدلة دستة. ولغاية دلوقتي ما فكرتش في الحب. خلي الحب لأصحابه يا فؤاد. احنا حياتنا على كف عفريت. حرام نظلم ولاد الناس معانا. ولو اني ازازه مش مقان الاستاذ حسين. دي اول مره تشرفنا. بس مش هتكون اخر مره. ده عشان حاسب لا مؤاخذه
حسن للدرجات يا اخويا؟ اكتر. طب في صحة مديحة؟ في صحة مديحة وعيون مديحة واهل مديحة وجيران مديحة وايدين مديحة الدافئة. نصيبه بقى المهم ان انا فدى بجلدنا. لا لازم نحاول نسعفه. نسعفه ازاي؟ نبلغ الاسعاف. انت اتجننت؟ وصلني اقرب تليفون. اعمل معروف انسى انسانيتك اللي هتودينا في داهيه. بقول لك وصلني اقرب تليفون، لازم ابلغ الاسعاف. طب اهدى اهدى، انزل انت اتكلم من كشك السجاير اللي على الناصيه دي، وانا هستناك هنا احسن حد يلقط نمره العربيه. يا رب يا رب خليك معايا يا رب، ده احنا ولا هي مالناش غيره. يا رب يطمنا عليك يا اخويا، يا رب يا رب. ان شاء الله سليمة يا حاج. اسمع من بقك ربنا يا مديحة يا بنتي. طب كفاية عياط بقى. يا رب يطمنا عليك. بس بس يا ترى جرالك ايه؟ اتأخر قوي يا ترى. خالتي سليمة ما تخافيش. يا رب يطمنا عليك. بس بس كفاية عياط بقى. يا ترى جراله ايه؟ قلتوا بينا يا رب. بس يا خالتي كفاية عياط بقى. قلتوا بينا يا رب. يا خالتي سليمة ما تخافيش. يا رب يا رب طمنا يا رب. من فضلك يا دكتور انا بنته، ممكن تطمني؟ احنا عملنا المستحيل عشان ننقذ حياته، لكن ما خبيش عليكي الصدمة كانت مباشرة على المخ، وربنا يلطف بيه. من فضلك انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه. يعني هيعيش بقيه حياته مشلول. سلامتك يا سيدي توفيق، سلامتك. يا بركات مستخبي منك يا اخويا.
جرالك يا حبيبي. رد عليا، رد عليا. بركة النبي حبيبك يا رب. يا حشر عليك يا سلامتك يا سيدي أمي، سلامتك. فؤاد، انا عارف بيجيلك نوم ازاي. فؤاد اصحى اصحى. ايه في ايه يا فتاح يا عليم؟ انا ازاي يا كريم؟ مش تقول صباح الخير يا اخي؟ انا خايف يكون الراجل مات تاني يا حسين. حاول تنسى الحكايه دي بقى يا اخي. انسى ان انا قتلنا بني ادم. الله، وانت شعرفك انه مات بس؟ وش عرفك انه ما ماتش؟ احنا عملنا اللي علينا وجبناه من الاسعاف. مش جايز يكون رب اسره واولاده محتاجينه؟ يعني انت كنت قاصد تقتله وخارج من بيتكم قاصد تقتله؟ لا. تعرفه قبل كده؟ لا. بينك وبينه طار؟ لا. انت بقى قتلته دفاعا عن النفس. دفاعا عن النفس؟ اه. واحد طبق في زمارة رقبتك تسيبه موتك؟ ما تنساش ان انا حرامي وهو بيدافع عن نفسه. يا ابني تسرق حاجه لكن تقتل حاجه تانية. حاول تغمض عينيك احسن، هتموت من قله النوم. انت ايه؟ عديم الانسانيه؟ ابدا. انا ببلغ انسانيتي عشان اعرف اعيش في الغابه اللي احنا فيها. خد عفر دي وانت تبقى زي. قلت لك ما بحبش الهباب ده. الهباب ده اللي هيريحك، الهباب ده اللي هينسيك كل هموم الدنيا. مفيش حاجة ممكن تنسيني الجريمة البشعة دي. ولع بس، ولع وانت تشوف. إن ما كنت تنسى أهلك. ولع ولع. مالكوش أعداء؟ إحنا طول عمرنا ناس في حالنا، كافيين خيرنا شرنا. يعني مفيش حد معين بتتهموه؟ لا يا ابني، ربنا يجازي اللي كان السبب. عندك أخوال تانية عاوزة تقوليها؟ لا، هقول إيه غير حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. صباح الخير. خير على عيونك يا ضناي. حسين موجود؟ خش صحيه، انا مش عارفه ايه النوم اللي حاطط عليه اليومين دول. انا هخش امال سوداني. حسين سحس ولا فؤاد؟ لا حلو، احنا اتفقنا انك تعفر عشان تنسى اهلك، انما تنسى الشغل لا من جاه. امال هنجيب تمن تعميره منين؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ واحده وربع بس. اه بس سيبنا عسل ربع ساعه. لا ربع ولا نص. قوم جايب لك خبر حلو قوي. خبر ايه بس؟ خريطه اللي في جولان ده هيكون مكتوب ايه يعني؟ صاحبك عايش بيتعالج في المستشفى. صحيح. صباح الخير يا حسين. صباح الخير ياما. ايه ده؟ احنا لسه هنشرب الشاي. يوه، مش يشق ريقه يا ضنايا؟ يا ليل، احنا ورانا شغل وصفقات تجاريه.
ايه يا ابني الصفقات دي اللي تخليكوا تغيبوا عن بيوتكم باليوم والاثنين والتلاتة؟ الصفقات تجارية يا نينا حكم، احنا بنحب نلقط رزقنا من بلاد كتيرة، فبنضطر نسافر انا والزميل الاخ حسين، نسافر بلاد برا نجيب شغل من هنا ومن هنا. حكم اكل العيش يحب الخرفية يا نينا، والنبي تدعيني ربنا يسترها معانا دنيا واخرة. ربنا يا ابني يكفيكوا شر طريقكم ويفتح في وشكم بيبان المقفلة يا رب. امين، ويهدينا لفتح الكوالين. كوالين ايه يا ابني؟ ايه كوالين ايه؟ كوالين الابواب المقفله يا طنط اللي حضرتك بتقول عليها. حكم مفيش قلعه من الباب لما يزرجن ويعصلج وما ينفتحش. فؤاد اشرب الشاي بتاعك وبطل راجع على ما اخش اخد دش. نينا مش ناقصه وجع دماغ. يو ما تسيبه يا ابني اهو على طول كده يا نينا كسر نفسي. بعد الشر عليك يا ضنايا من كسره النفس. اه طب ده انت حبيبه وهو كمان حبيبي. ربنا ما يحرمكوش من بعض ويوسع في رزقكم. اشرب بقى الشاي. خدي يا ياسمين. ايه دول يا ماما؟ دي الشبكه اللي ابوكي شبكت بيها، اغلى حاجه في حياتي. انزلي بيعيهم على ما ربنا يفرجها. لكن يا ماما ما لكنش، ربنا كبير ما بينساش عبده. لا يا ماما مش ممكن تبيعي الشبكه اللي بابا جابها لك. طب والعمل يا بنتي؟ انا اتفقت مع مديحة هشتغل معاها في الكافيتيريا. كبيرة ساعة واحد شاي زور. أنا عاوز واحد يصاحبني. أفندم بتقول إيه حضرتك؟ بقولك عايز واحد يصاحبني بس يكون سكره عالي وسخن وملهلب. يا نسا أفندم عيب لما أكون بكلمك تسيبيني وتمشي. أنا آسف بس إحنا هنا علشان الطلبات اللي بتنزل على الترابيزة وبس. والطلبات اللي بطلبها أنا بتقدموها فين؟ اظن في فرق كبير جدا بين الكافيتيريا والملهى الليل. انت بقى اللي هتعلميني الفرق يا مفعوسه. انت ما سمعتيش عننا يا بنت. انت ده احنا اللي اشترينا الفراخ من غير طابور. احنا اللي غلبنا الاهل 2-0. معلش يا ياسمين لقمة العيش صعبة ولازم نستحمل شوية. يا شيخة ما تبقيش عصبية قوي كده. يلا بقى يلا. الله يجازف اللي كان السبب في البهدلة اللي أنا فيها وقلة القيمة دي. معلش يا ياسمين يلا بقى يلا يا شباب يلا حقك عليا يلا. خد عفر دي. ما بقى العيش لزوم عفر انت يا جدع. خد الكيف من نقلة. انا هبطل الكيف ده خالص. ليه كفالة الشر؟ اسمع فؤاد، احنا لازم نبعد عن الطريق الحرام. مش كل مرة تسلم الجرة. كفاية الدرس اللي خدته. درس ايه؟ درس فرنساوي؟ انا مش بهزر. تعرف لو كان الراجل ده مات كنت هعيش متأزم طول عمري. يا جدع ما تبقاش قلبك رهيف كده. مفيش حد بيموت ناقص عمر. خليك مؤمن. ونعمة بالله. بس اسمع كلامي. تعالى ناكل لقمتنا بالحلال. ازاي؟ نفتح ورشة ابويا ونشتغل. هخليك شريك. يا حبيبي عايزين نعيش حياتنا ونتمتع بشبابنا. الورشة هتعيشنا في شقة شيك زي دي؟ هتركبنا عربيات؟
الورشه دي هي اللي كانت فاتحه بيتنا، وابويا رباني من خيرها. ابوك الله يرحمه كانت دي صنعته، انما احنا نفهم فيها ايه؟ اللي علمنا سرقه العربيات يعلمنا تصليحها. كل شيء ممكن يا فؤاد. انا من بكره هتفق مع اتنين صنايعيه ونفتح الورشه. يا سيدي من هنا لبكره حلها الف حلال. قوم بينا بقى روح الكافيتيريا احسن، الجو بتاعي وحشني قوي ونفسي اشرب ازازه بيها ساقعه من ايديها الدافئه. على فكره البيت دي دايما ايديها دافئه. يا فؤاد افهم كل كلمه بقولها لك يا اخي. نتفاهم واحنا بنشرب البيره. مش هشرب زفت. بقى ده اسمه كلام؟ هنبطل الهباب ونبطل الزفت؟ حرام عليك يا اخي. ان لنفوخك عليك حقا. الطاسه لو بردت البني ادم يتلج ويبقى زي السلاح اتهلم. والله ما في اتلم منك لما بتسوق الهبل على الشيطانه. طب يلا بينا يا اخويا بقى احسن الكافيتيريا قربت تشطب والبيت الدافئه قربت تسقع. على كل حال لو قلت لك قراري النهائي وانت حر. قراري يا اخويا؟ طب وشرف ابويا اللي اتجوز تسعه غير امي؟ انت وش فقر. يلا يا مديحه اعملي لك همه شويه. هو انا يعني بلعب؟ اتفضلي يا ست اقفلي. اقفل ايه؟ السوسته. يووو هو انا موضه كل يوم اقفلك السوسته دي؟ هاتي بكره يا اختي ربنا يغنيني واتجوز ولا الحوجه ليكي ابدا. طيب يلا. هي اتاخرت كده ليه؟ جرسون بيقول انها بتروح الساعه 11. ما تسيبنا منها يا شهبور وبلاش مشاكل، واحنا ناقصين بلاوي؟ شهبور كزمزم ما اتضربش على وشه من حته بنت جرسونه. عيب يا بشتاكه، ده احنا ولاد ليل. انا قصدي اقول ما تقولش حاجه. اللي قلت لك عليه تنفذه بالحرف الواحد، اول ما تحط رجلها في العربيه تقفل الباب على طول. وانا هقلع بيها على الطريق الصحراوي، وهناك اعرف اقلعها توب الشرف اللي تتعايق بيه، واسيبها بلبوص للذيابه تتمزج بيها. الحمد لله التاكسي زي ما يكون مستنين. اتفضلي اركبي يا ستي. We'll be right back.
ايوه هنا كافيتيريا ميركو. مين؟ انيسه ياسمين انت فين؟ دي الدنيا مقلوبه عليك. طيب طيب ثانيه واحده ندالك انيسه مريحه. انيسه مريحه؟ انيسه مريحه؟ ايوه يا مديحه انا بكلمك من مستشفى العجوزه. خير ياسمين؟ طمنيني حصل لك ايه؟ انا انكتب لي عمر جديد هبقى احكي لك لما اشوفك. المهم دلوقتي تروحي لبابا وماما وتطمنيهم عليا. هتاخر شويه. طيب طيب هطمنهم واجي لك حالا. بتقولي في مستشفى ايه؟ طيب طيب مع السلامه. وحسين حسين فين؟ يلا بس معايا دلوقتي يا عمر. سك على البير. ربنا يشفيه ويبارك في شبابه الجدع الطيب ابن الحلال ده. ده انا ليه يا ماما كنت زماني رحت في شربة مية. ربنا يا بنتي عالم بحالنا. صحيح الدنيا لسه بخير. مين يصدق ان شاب زي ده يعرض نفسه لناس مجرمين زي دول عشان واحده ما يعرفهاش. طب قومي يا بنتي نروح نطمن عليه. لا خليك انت قاعده مع بابا وانا هروح انا ومديحه. لا انا هروح اشكره بنفسي. معلش خليك انت المره تانيه عن اذنكم بقى. مع السلامة يا ضنايا. ربنا يا بنتي يوقف في طريقك ولاد الحلال. ربنا عالم بحالنا يا توفيق عشان احنا غلابة وملناش غيره. الحمد لله. تعرف يا فؤاد انا سعيد جدا باللي حصل ده. يا ساتر اشمعنى على الاقل الواحد يقابل ربنا بعمل واحد كويس نكفر بيه عن ذنوبنا الكتيرة. اه على فكرة البيت واقع في هواك ودايبة في غرامك. بنت مين؟ بنت مين؟ ياسمين يا شجيع. هي اسمها ياسمين؟ امبارح وانت متبنج دخلت عليها انا ومديحة لقيناها قاعدة جنبك وبتعيط وما كانتش يا كبدة راضية تسيبك الا لما تفوق من البنج وتطمن عليك. باين عليها بنت حلال. فعلا وتستاهل الخطف. اصلها حلو قوي يا ولا. الله يجازي شيطانك. انت مسخرة. ادخل. صباح الخير. يا صباح الفل والورد والياسمين. بطل بقى كشف. وحياتك انت عينيا اللي بتتكلم مش لساني. يا بكاج. اهلا انس ياسمين. اتفضلي. الحمد لله على سلامتك يا استاذ حسين. يا استاذ حسين؟ يا انسه ياسمين؟ ايه يا ابني انت وهي الكلام بتقوله ده؟ بقول لك يا انسه نعم. ما تيجي نطلع بره في الجنينه. قديمه العب غيرها يا استاذ. كمان هتقولي لي استاذ خيبت املي فيكي يا انسه. ما تيجي معايا بره. على فين؟ هنطلع بره في الجنينه. اصل بيني وبينك ايه؟ تعال اصل الناس اللي قاعدين دولت عيانين عندهم البتاع فاحنا خايفين نتعيد انا وانت. يلا قدام اتخدي الشنطه. يلا ماما حكلك مات يا امي. الحقيقة ما لقيتش هدية أغلى من كتاب ربنا أقدمها لك. ربنا يقدرني وأرد ولو جزء من جميلك علي. جميل إيه؟ أنا ما عملتش غير الواجب. أنت ليه مكبرة الحكاية كده؟ الحقيقة ماما كانت عايزة تجيلك بنفسها علشان تشكرك لكن مضطرة تقعد جنب بابا لأنه مريض ولازم حد يفضل قاعد جنبه. ربنا يشفيه. ما تتصورش هي قد إيه بتدعي لك.
لو سمحتي وصلي له الوردة دي وبلغيه من نياتي بالشفاء. متشكرة قوي، ده بابا هيفرح بيها قوي، اصل بابا بيحب الورد وبيتفائل بيه. اكيد، وإلا ما كانش خلف ياسمين أجمل وأنعم زهرة في الوجود. فؤاد ومديحة اتأخروا، ما كانش في داعي أبدا تتعبوا نفسكم وتعطلوا شغلكم. إزاي تقول كده؟ ده أنا طول الليل بفكر فيك وقلبي عندك. ياسمين، لا ده انت مش هنا خالص، انا بذاكر معاكي علشان تعوضيني سنه مش تسقطيني سنه. سيبك من البحلقه في الورده البيضة دي وبصي لي هنا. يا سلام عليك يا مديح، مش تاخد ريست؟ ريست؟ ريست من ايه بقى؟ هو احنا ذاكرنا ولا كلمه من ساعه ما قعدنا؟ طب قولي لي. نعم. انت بتحبي فؤاد؟ بيني وبينك انا معجبه بيه، بس مسألة الحب دي مش متأكدة منها قوي. ازاي؟ فؤاد شاب لطيف، بس عيبه انه مهرج، والمهرج في الغالب ما بيبقالوش امان ساعة الجد، والحب مش هزار. طيب ايه رأيك في حسين؟ باين عليه انسان طيب. طيب؟ ده طيب قوي، ده كله رجولة وشهامة وشجاعة، زي ابطال الروايات والقصص اللي تلاقي قلبهم نص شجاعة وإقدام، والنص التاني تلاقي حب وعطف وحنان ورقة. طب بالهداوة بالهداوة، ما تعمليش في نفسك كده، انت وقحتي ولا الهوى اللي رماكي؟ والله ما انا عارفة يا مديحة. اسم الله عليك يا جميل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، انتوا انستونا وشرفتونا. الله يشرف مقدارك يا اختي ويحميلك ابنك الشهم الامير. تعيشي يا حبيبتي. ربنا يحميه يا شبابه ويبعد عنه ولاد الحرام. على ايه ده كله يا حاجه؟ يا لهوي على ايه؟ هو احنا طول عمرنا ننسالك انك عرضت روحك للخطر عشان تحمي حياه وعرض بنتنا؟ دي هي اللي انقذت حياتي، مش كده يا ياسمين؟ ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ مش انت صاحبة الايدين الحنينة اللي انقذتني ووصلتني المستشفى؟ قصدك الجرح اللي انا تسببت لك فيه؟ كان فين الجرح ده؟ كنت مستنيه من زمان. جرح؟ جرح ايه يا ابني اللي كنت مستنيه؟ الجرح 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 يا حاجة، اصله شيك يعني شايفة عامل زي النشان على صدري ازاي؟ حد يطولي الجرح جرح وجيه بالشكل ده؟ في حاجات كتير عايز اقولها لك. مستني ايه؟ الكلام مش بيسعفني. كل اللي عايز تقوله انا حاساه. حاسه انت ايه بالنسبه لي؟ والا ما كنتش ابقى معاك دلوقتي. ياسمين. حسين، انا عايز اعرف. تعرفي ايه؟ اعرف كل حاجه عنك. هقول لك انا مين في كلمه واحده. قول بسرعه. انا
مش عارف اقول لك ايه. يظهر صعب قوي ان الواحد يعبر عن نفسه بكلمه واحده. ومين قال لك اني عايزه ملخص؟ انا عايزه شرح كامل ومفصل يا استاذ. كامل ومفصل كمان؟ طبعا لازم اعرف عنك كل حاجه من يوم ما اتولدت. من يوم ما اتولدت اول مره ولا يوم ما اتولدت تاني مره؟ ليه؟ انت اتولدت مرتين؟ ايوه مره زمان قوي كنت لسه صغير ومش دريان بحاجه وبتخبط مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين. وبعدين؟ وبعدين فجاه اتولدت من جديد. انت لسه مصمم على كده؟ اه اتولدت على ايديكي ساعه ما انقذت حياتي من موت. اكيد هي دي الحقيقة صدقيني يا ياسمين. من يوم ما عرفتك حاسس اني اتغيرت خالص وبقيت في كل لحظة اشكر ربنا على هدية بعتها لي اسمها ياسمين. ازاي تبقى في كلية الاداب وقسم فلسفة وما قريتيش الكتاب ده؟ كتاب ايه؟ الكتاب بتاع الفيلسوف اللي بيقول فيه ان الجواز نظام قديم ومستعار من المجتمعات البدائية المتخلفة. واسمه ايه بقى الفيلسوف ده؟ ها؟ اسمه ايه؟ لا هو انا مخي دفتر ده اسمه لوحده حدوته. وانت بقى مقتنع بالكلام ده؟ طبعا لا ده كلام فارغ ما يقولوش غير واحد تعبان عايش على الاكل المسلوق. يعني انت بتؤيد الجواز؟ جدا. هو في اطعم ولا الذ منه؟ وش عرفك انت كنت اتجوزت قبل كده؟ انا شخصيا لا، لكن ابويا اتجوز 9. 9 ستات؟ وابوه اللي هو جدي اتجوز 15. يا خبر اسود. اسود ليه؟ ده دليل على ان الجواز مفيش الذ منه ولا احلى منه. طب يلا بينا، زمان ياسمين وحسين بيدوروا علينا. ياسمين وحسين في ملكوت تاني، سيبك منهم وخلينا نكمل كلامنا. لا يا سيدي انا عايز اروح. اتفضلي. يلا نروح بقى يا ياسمين. ها لسه بدري، مش النهارده اجازتكم؟ معلش كفايه كده. يا فؤاد انت زعلتها ولا ايه؟ انا زعلتك؟ لا ما زعلتنيش. طب الحمد لله. لكن فرستني. جار ايه يا سي توفيق؟ هي هتروح فين يعني؟ الغايب حجته معاه يا اخويا. اهي وصلت اهو. اخصى عليك يا ياسمين، خضتين عليك يا بنتي. الله اطمني عليا يا ستة ماما، ما انا زي الفل اهو. ده النهارده حاطين من السعاده. ازيك يا سي بابا؟ شفت بقى انا اشتريت لك ايه النهارده معايا؟ صوفي التريكو دوت علشان اشتغل لك بلوفر واقدمه لك في عيد ميلادك اللي جاي. كل سنه وانت طيب. عقبال 100 سنه. ايه رايك في لونه يا ماما؟ الله لونه حلو قوي 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 قوي. اما انت بقى يا ست ماما ليكي حته هديه عندي، انما ايه مش هقول لك عليها، هخليها لك مفاجاه، هقدمها لك في عيد الام اللي جاي. ربنا ما يحرمناش منك يا ياسمين يا روحي. انما قولي لي بقى انت جايه مزقطه قوي كده ليه والدنيا مستيعاكي؟ يو يا ست ماما اهو انت كده الواحد ما يعرفش يخبي عنك حاجه. وهي الاخبار الحلوه تخبيها عني يا ياسمين؟ اصل انا النهارده وانا في البلد ومديحة معايا يعني شفنا حسين. اسم الله عليه وعلى حواليه، ازاي صحته دلوقتي؟ الحمد لله خف وفتح الورشة بتاعت المرحوم والده بتاعت السمكرة وابتدى يشغلها. قلتيلي هو ده بقى اللي مخليكي طايرة من الفرحة بالشكل ده؟ طبعا يا ماما، هو شوية ان اشوف الانسان اللي عرض نفسه للموت علشان ينقذ حياتي انا في صحة كويسة وبيتقدم في حياته بقى بذمتك، مش دي حاجة تفرح؟ يا سلام يا ماما على حسين ده، شاب ايه واخلاق ايه؟ على فكره ده نفسي يشوف بابا قوي. يا اهلا وسهلا، خليه يتفضل يا بنتي، ده جدع ابن حلال وامه بقى اميره الامراء. والنبي يا سي توفيق ان انا قلبي انفتح له من اول ما شفته. وانا كمان يا ماما، اصله طيب قوي يا بابا. عفارم يا حسين ايدك ماشي في الصنعه اهو. قد الوز عوام. تسلم البركه فيك يا استا شوقة يا معلم يا امير. العفو يا هندسه، ده ما يجيش من بعد فضل مرحوم ابوك عليا، ده هو اللي علمني الصنعه وانا لسه عيل صغير. بس كان ليا غرض اقول لك كلمتين يا حسين بخصوص الورشه. قول يا استا شوقة. صل على النبي الحبيب عليه الصلاه والسلام. صباح الخير. صباح النور. الخير. ايه اللي اخرك كده؟ الساعه بقت 9:30 يا اسطى. اطلع من دماغك اعمل معروف. أنا مش فايق لك.
انا اروح اوصل على تلت شاي توال عشان سيف فؤاد يهدي دماغه وبعدين نكلم حكايه الورشه. اتفضل. انا ايه؟ اتفضل يا استاذ شوقي. ما غيرتش هدومك ليه عشان تشوف شغلك؟ شغلي؟ ايوه. لازم تنتقل النهارده من عربيه الدكتور دي. عجايب يا زمن. ليه بقى؟ بينا دلوقتي بنصلح عربيات الدكاتره. وماله؟ اهو كله شغل. مش هنقبض منهم تمن تعبنا؟ ايوه بس انت. انا كنت غلطان. مش كل الدكاتره وحشين. مش هما دول اللي قتل ابوك؟ وهما برضو اللي انقذوا حياتي. يلا قوم شوف شغلك. انا تعبان مش قادر. انا ملاحظ انك متغير النهارده. ايوه. مالك؟ مالي؟ وانا بقى حلت مالي؟ هو فين مالي ده؟ مالك اهو. ايه ده؟ عقد الشركة. انا كتبت الورشة باسمي واسمك. وليه تعمل كده يا حسين؟ وانا ليه فيها حاجة؟ دي بتاعت ابوك. خد دول كمان. ايه دول؟ 25 جنيه. نصيبك في حصة الاسبوع اللي فات. الورشة كسبت 50 جنيه في الاسبوع اللي فات؟ صافي بعد كل المصاريف. بصراحة شوية. ورشة زي دي لازم تصفي 100 جنيه كل اسبوع على الاقل. نحمده على كل حال يا استاذ شوقي. تعرف بس حسين لو قدرنا نشتري حتتين عندك داد على كمبروز الكهرباء الغله هتزيد قد كده ثلاث اربع مرات. وماله يا استاذ شوقي؟ نشتري كل اللي انت عايزه. قدام شويه يا اسطى لما نقف على رجلينا. واحده واحده. يلزمنا كام عشان نشتري العده دي يا استاذ شوقي؟ استك. استك؟ استك يعني ايه؟ 1000 جنيه. بإذن الله هندبر كل حاجة يا استاذ شوقي. بس قدام شوية. يلا نشوف شغلنا. اتفضل يا استاذ فؤاد غير هدومك. حاضر يا اسطى. معلش اتأخرت عليك. المواصلات. عارف. عشان كده جبتلك الساعة دي وقدمتها ربع ساعة عشان تظبطي مواعيدك معايا. ايه رأيك في ذوقي بقى؟ يجنن. بس ليه كلفت نفسك كده؟ اكلف نفسي؟ ده انا لو طولت احط الدنيا كلها في طبق ذهب واقدمهولك برضه يبقى قليل عليك. ميرسي يا حسين. انت مش قادرة تتصوري قد ايه وشك حلو عليا. مفيش شغلانة انويها على وشك الا وتفرج وتبقى اخر بشبشة. ربنا يوفقك. يبقى لازم اصطبح بوشك كل يوم. يا ريت يا حسين. بس انت عارف ظروف الشغل. سيبك منه. انا عندي ليك شغلانة احسن. فين؟ في حضن قلبي. ايه رأيك يا ياسمين؟ قلتي ايه؟ هقول لك ايه. انا لبست اهو يا عريس. ثانية واحدة يا ماما. يا عريس كفاية توضيب بقى، خلي شوية ليوم الفرح. يا سلام يا سلام يا ماما. نفسي اغمض عيني وافتحها الاقي يوم الفرح ده جه. يا ربنا يوفقك يا ابني. ماما. نعم. النهارده ان شاء الله هقرا الفاتحه مع والدها. انت بقى عليك امها تاخديها على جنب وتقولي لها بقى ايه ان كاتب الكتاب والدخله يبقى يوم الخميس الجاي عدل. ايه ده؟ طب مش تديهم فرصه يا ابني عشان العروسه تجهز نفسها؟ لا انا مش عايزها لا تجهز نفسها ولا حاجه. انا عايزها بالفستان اللي عليها. حتى من غير فستان يبقى احسن. يوجدك ايه يا حسين؟ ربنا يوفقكم يا ابني ويهنيكم. يلا بينا. يلا بينا. يا سلام. اهو انت دلوقتي بقيت اشيك واحلى اب في الدنيا. يلا يا ياسمين انت ومديحة عشان تجهزوا الحلويات زمانهم جايين ما بقاش في وقت يا بنتي. حاضر هلمع بس الجزمه بتاعت بابا والبسها له. هاتي المحها والبسها عنك. هاتي. طيب الف مبروك يا سيدي توفيق. الحقيقه الجدع طيب وابن حلال. اول ما هتشوفه هيكون قلبك متربع. ايه رايك بقى؟ الله تجنن. زي كانها جايه من الشركه دلوقتي. ربنا يتمم لك بخير. ما تصوريش انا فرحانه قد ايه النهارده. بقول لك ايه يا ياسمين؟ ها؟ معلش انا مش هقدر اقعد معاكي النهارده كتير لحسن ميعاد الكافتيريا قرب ولازم اروح. اعمل ايه بقى ما باليد حيله. تسلم ايدك يا مديحه. عقبال كده ما اخدمك يوم خصوصك على فؤاد. فؤاد؟
لا يا اختي ده مهرج وما ينفعنيش ابدا. بس انا بقى متاكده انه بيحب. ما هو ده اللي هيجنني. الدنيا ظروف، مين عارف ظروف؟ ظروفي وحشه وداكك ولازمني فلوس ضروري يا مندوخ. يا سلام، رقبتي ليك يا فوش، ده انت خيرك سابق يا مجدعه. تعيش يا ابو الشهامه. لازمك كام؟ قصدك يعني 1000 جنيه. ياه 1000 جنيه؟ يا ريت كانت رقبتي تسوى يا فؤاد. والعمل؟ انا عايزهم ضروري يا مندوخ. ما يكونش عندك فكر، الليله مش هتنام الا والقشتك تحت بخدتك. ازاي؟ انا مجبط نفسي على ورد امريكاني لسه بشوكة، نشب البندورتين دول ونقوم نقطفها ونوديها للمعلم شليم. كان سليم؟ شليم ده دايما يسألني عليك انت وشحسين صاحبك. بيني وبينك انا ما كنتش ناوي اتعامل مع سليم ده ابدا. لازم لدعك لدعم اللدعات الوسخة. حكيم انا عارف راجل نتن مالوش صاحب، لكن نعمل ايه بس؟ ايوه بس انا بس ايه تاني؟ انت مش لازمك 1000 جنيه؟ خلاص قوم بينا. ايوه بس بس ايه تاني؟ انت عمال تبشبش الليله دي كتير كده ليه يا شفؤاد؟ الله واكون هتنقلب قطه. يلا بينا يلا بينا. كام دول يا معلم؟ ابقى عدوهم لما تروح بيتكم. لا لا يعني ايه؟ احنا هناخد في العربية دي 3 بواجي. ليه؟ فاكرها طيارة؟ ما تفوق يا سمندوق. فوق انت يا شليم، دي كاديلاك اخر موديل. يا عم قلنا لكم بنشتري منكم تهمة، فاهم يعني ايه تهمة؟ ما تقول لي يا صفوات، حكم ده عيل جاهل مش متعلم. اسمع يا معلم سليم، احنا هناخد باكو على ده كمان وخلاص. برضه ده كلام يقوله راجل متعلم. انا قلت هناخد في العربيه دي 3 بواكي، يعني 3 بواكي ما نصوش من لي. قلت ايه؟ انت مين انا؟ انا عبد مندوه اللي مالى خزنتك بالفلوس وخلاك تتكلم مع المعلمين. يا جير طول بالك يا مندوه. انا جير يا مزور رقبه؟ طب انا لازم ادخلك السجن الليله واخد العربيه ومش هدفع ولا مليم عشان اعرفكم مين المعلم سليم عطليه. احنا عطليه حرامي؟ طب والشرف الابلسن واخد 10 بواكي من الخزنه دي؟ اوعى ايدك. اوعى تبعد الخزنه يا جدعان. مندوخ ابعد عن الخزنه. مش هبعد، دي فلوسنا فلوسنا وعرقنا وشقانا، مش ممكن ناخدهم ياخدهم حرامي زي ده. لا لازم ناخدهم لازم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب انا هطلبك في فهموني العبارة. شفاق شحسين امال فين العروسة؟ هي مكسوفة مني ولا ايه؟ دلوقتي تيجي حالا يا ضنايا. كل ده بتلبس؟ شوفي يا اختي الواد، عمري ما شفت ملهوف ومتشحتم بالشكل ده. يا ماما هنبتدي شغل الحموات من دلوقتي ولا ايه؟ انا برضه حما اخص عليك يا حسين. طب ده انت لو فتحت قلبي تلاقي ياسمين قاعده مربعه جواه. ان شاء الله تعيش يا ست ام حسين. الله يخليك. ياسمين ده هتبقى في قلبي وعينيا يا ست ام ياسمين. انا ما خلفتش بنات وهي هتبقى بنتي. ربنا ما يحرمناش منك ولا من حسين الشهم الامير. الله يخليك يا طنط. ربنا يا ابني يتمم لكم على خير يا رب. حسين اقدم لك بابا.
مالك يا بابا؟ انت تعرف حسين قبل كده؟ على مهلك على مهلك، بس اهدى كده يا بابا، ارجوك تهدى وتفهمني، انت شفت حسين قبل كده؟ فين؟ انا مش قادره افهم منه حاجه، حاولي تفهمي انت منه. قولي يا توفيق، حسين اللي شفته ده ليه علاقه بالحادثه المشؤومه؟ انت متاكد يا بابا ان هو ده المجرم؟ ابني مجرم؟ بعد الشر اخص عليك يا ست توفيق. يمكن يا بابا يكون واحد شبهه. طبعا يخلق مش شبه 40. فؤاد وحسين شفتهم بعناية دول؟ تعرف ايه عنهم يا هريدي؟ اعرف انهم قتلوا المعلم سليم. ايوه، لكن انا عايز اعرف بيشتغلوا ايه وساكنين فين؟ اللي اعرفه حسين بس. تعرف ايه عن حسين يا هريدي؟ اعرف ان حداه ورشة ميكانيك. فين؟ في بولاق يا بيه. في بولاق؟ طيب. احسن لك تعترف يا حسين. احسن لك تعترف بانك الظالم اللي هدم حياة اسرة كانت عايشة في سعادة وامان. صدقيني كل اللي حصل ده كان غصب عني. غصب عنك؟ يعني ايه غصب عنك؟ ياسمين انا كنت مريض بكره الدكاتره اللي كانوا السبب في موت ابويا، بسبب جشعهم وحبهم للمال. كان كل هدف يخسرهم المال اللي بيتنعموا بيه، المال اللي بيركبهم عربيات ويسكنهم في عمارات، المال اللي بيجمعوه من دم الناس الغلابه. انت انسان مجنون. موت ابويا قدام عينيا هو اللي جنني. اعذريني. وانا مين يعذرني؟ مين يحس بمرارتي وحسرتي وانا شايفه ابويا قدام عينيا كل يوم، لا هو حي ولا هو ميت؟ اسمين، انا مستعد لاي حكم تحكمي عليا، حتى لو كان الاعدام. الإعدام شوية عليك. أنت يا حسين اللي تعمل كده. أرجوك سيبيني في حالي. أسيبك ولو أنا سبتك ربنا هيسيبك يا ابني، ده ربنا كبير يا حسين وحكمه نافذ على عباده. قلت لي كفاية كفاية. كسر يا حسين كسر. كفاية منزل حسين بدر السعيد. ايوه يا ابني. هو موجود؟ خير يا ابني. مطلوب القبض عليه.
انا حسين. لا 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 حسين ابني حسين ابني بعضك ابني بعضك ابني ابني حبيبي حسين. ليه حسين كده؟ ليه كده؟ ليه انا غلبانه؟ ده انا غلبانه يا حسين. بابا انت لسه صاحي يا بابا؟ ما تخافش اطمن، انا هروح بكره النيابه وهبلغ عنه، هخليهم يعيدوا فتح التحقيق تاني وهاخد لك حقك. لا لا ازاي ده مجرم ولازم ياخد جزاؤه. جزاؤه من ربنا ده حاجة ولازم ياخد جزاؤه في الدنيا كمان. أنا خلاص قررت يا بابا، بكرة الصبح هروح النيابة ولازم أبلغ عنه. الإنكار مش هيفيدك يا حسين. هريدي شافك أنت وفؤاد عقب ارتكابكم الجريمة مباشرة. يا فندم من ساعة ما قفلنا الورشة ما شفتش فؤاد حتى اسألوه. إحنا عارفين هو طفشان فين عشان نسأله. قول لنا أنت على مكانه وإحنا نسأله. معرفش. صدقني معرفش. تسترك على فؤاد مش هيفيدك يا حسين. بالعكس هيأذيك. هيأذيك ويلبسك قضية قتل سليم لوحدك. يا فندم والله العظيم ما قتلت سليم. كنت فين وقت ارتكاب الجريمة؟ أنا ما أعرفش الجريمة تمت إمتى. كنت فين ما بين الساعة 9 و 11 مساء؟ كنت عندي. كنت عند مين يا حسين؟ قول. كنت عند ناس في زيارة. مين الناس دول؟ واحد اسمه توفيق أفندي. كنت رايح أطلب إيد بنته عشان أتجوزها. الكلام ده كان الساعة كام؟ أنا ووالدتي وصلنا عندهم حوالي الساعة 8 مساء. وخرجتوا الساعة كام؟ حوالي الساعة مش عارف. صدقني مش عارف. أنت متهم أنت وصاحبك فؤاد بقتل سليم وسرقة فلوسه. يا فندم أنا بريء. بريء. أنا مش ممكن أعمل كده. قفل المحضر. خد عسكري. أنا ما قتلتش. أنا مش ممكن أقتل. يا فندم أنا بريء. والله العظيم بريء. والله العظيم بريء. أنا ما شفتش حسين ليلة امبارح. إيه؟ أنت بتقولي إيه يا بنتي؟ أنت مش عايزاني أقول الحق؟ هو ده الحق. حسين ابنك في يوم من الأيام قتل الإنسان اللي قدامك ده. هرب من جريمته بسفالة وندالة. افتكر إن هو خلاص هرب من العدالة. هرب من جريمة هو ارتكبها. النهاردة لازم يدفع تمن جريمة هو ما ارتكبهاش. يعني انت متاكده ان هو ما ارتكبش الجريمه دي؟ زي ما انا متاكده ان هو ارتكب جريمه افظع منها قدامك اهي. هو ده اخر كلامك يا ياسمين؟ انا كنت نازله ابلغ عنه نيابه قبل ما حضرتك تشرفينا، لكن الحمد لله ربنا وقعه في تهمه التمن فيها اغلى من تهمه ابويا، والتمن فيها حياته وحسيبه يدفع التمن. ياسمين يا بنتي ما تسلميش نفسك للشيطان، خلي قلبك ابيض على طول، ده ربنا غفور رحيم. انا مش ربنا، انا انسانه. انسانه ابنك حطم حياتها وحياه ابوها، وزي ربنا ما هو بيقول العين بالعين والسن بالسن. كملي يا بنتي، كملي كلام ربنا. فمن تصدق به فهو كفاره له. وانا مش مستعده اتصدق بحياه ابويا اللي اتحطمت حياته وحياتنا معاه. على كيفك يا بنتي، بس ما تنسيش حسين ده اللي انت عايزه تقدمه رقبته للمشنقه في يوم ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك ويصون شرفك.
خلتكم عافية. لا يا بابا، مش ممكن، مش ممكن اسامح الانسان اللي حطمك مهما كان فضله علي. بيك وهنفتح البيبان. ايه في ايه يا مندوب؟ خد بص اقرا. ايه؟ حسين هيتطش حكم النهارده. وحسين مات؟ فريد الغفير قال ان حسين هو اللي قاتل. لكن حسين بريء. لكن الحكومه بتقول هو اللي قاتل. ايه هنكذب الحكومه؟ تعمل ايه؟ هروح اقول لهم ان حسين بريء. اسمع يا شيخ فؤاد، انا لغايه دلوقتي لا جه اسمي الا في بوليس ولا في تحقيق ولا في نيابه. يعني ايه؟ يعني انت لوحدك يا صاحبي اللي تعرف اللي حصل. عشان كده هروح اقول لهم ان حسين بريء. ولما يسالوك مين القاتل هتقول لهم مين؟ انا مش كده؟ ما انا كنت معاك. لكن ما قتلتش. وتفرق ايه دي؟ تفرق كتير يا صاحبي. فؤاد لو حكمت عليا الظروف ان انا اقتل تاني هقتل. مندوخ ما تبقاش مجنون، سيبني اخرج من هنا. مش هتخرج. البني ادم اللي كان سبب في عجز ابويا. يا ستي اذا كان ابوكي نفسه مسامح ولو كان قادر يقوم من مطرحه كان راح بنفسه يبرع حسين. حسين ده مجرم ولازم ياخد جزاؤه. ياخد جزاؤه على ذنب ما عملهوش. علشان يدفع ثمن ذنب هو عمله. لا يا ياسمين، مش ده العدل ولا الانصاف اللي ممكن يصدر من انسانه طيبه ومثقفه زيك. يعني عايزاني اعمل ايه؟ تبرئيه من الذنب اللي ما عملهوش وتحمليه مسؤوليه الذنب اللي عمله. حسين لو اتشنق في القضية دي ضميرك عمره ما هيكون مرتاح. يو يا مديحة انت كمان. صدقيني يا ياسمين، كل جرح ممكن يداويه الزمن الا جرح واحد بس. مفيش حاجة في الدنيا تقدر تداويه، جرح الضمير. ياسمين يا ياسمين. ايوه يا ماما. مالك؟ في حاجه؟ تعالي شوفي لك صرفه مع ابوكي، مضرب عن الاكل ومش عاوز ياخد الدواء كمان. ها؟ ليه يا بابا بس بتعمل في نفسك كده؟ لا يا عمي، قول له اللي امتنعك عن الاكل واخد الدواء. انت بتعند ليه يا بابا؟ انا لا يمكن اوافقك على انقاذ حسين او مساعدته. اذا كنت بتعمل كده علشان فاكر ان انا بحبه تبقى غلطان. انا خلاص خلاص كرهته، كرهته خالص. يا راجل ما تبقاش عنيد كده، كلك لقمه عشان تاخد الدواء.
قطيعه تقطع حسين وسيرته؟ يعني انت اللي قتلت سليم ابو دومه وسرقت فلوسه؟ لا انا ما قتلتوش، والفلوس اللي اتسرقت من خزنته سلمتها للبوليس. امال مين اللي قتله؟ واحد اسمه عبده مندوخ. عبده مندوخ؟ ايوه، بلطجي معروف في حي الدرب الاحمر، وحرامي عربيات وله عدة ثواب. تعرف مكانه؟ أعرف مكان جثته. جثته؟ أيوة يا فندم، لأني قتلته. قتلته؟ دفاعا عن النفس، كان عايز يقتلني. يقتلك؟ يقتلك ليه؟ أنا حاول لحضرتك اللي حصل كله يا بيه. يا رب، يا رب، ده احنا مالناش غيرك يا رب، اطلب بينا يا رب، ده احنا مالناش غيرك، ده انت الحاكم العادل يا رب. طمني يا ست ام حسين، فؤاد بدل ما اعترف تكتب براءه ان شاء الله. يا رب يا اختي يا رب، من بقيت لي باب السما يا رب. صدقني يا فندم، حسين ما كانش معانا خالص، انا وعبد مندوق بس اللي رحنا لسليم زي ما قلت لحضرتك قبل كده. هريدي قال انه شافك انت وحسين وانتوا بتهربوا بعد ارتكابكم للجريمه. هريدي شاف عبده مندوب وتهيأ له انه حسين، لكن حسين يا فندم ما كانش معانا. اما الحسين كان فين وقت ارتكاب الجريمه؟ معرفش، كل اللي اعرفه ان حسين بريء وملوش دعوه باي حاجه. فؤاد، انت وحسين بدر السعيد متهمين بقتل سليم دوما وسرقه فلوسه. لا، حسين بريء، وانا ما قتلتش غير عبده مندوب ودفاعا عن النفس يا بيه. كده؟ خد العسكري. يا فندم احبسوني، احجموني، بس حسين بريء، حسين بريء يا اخوانا، بريء. سامحني يا حسين. انت ايه بس اللي رجعك لسليم؟ كنت عايز الالف جنيه عشان نكمل عدة الورشة. نكملها بالحرام بعد ما تبنى؟ انا قلت هي خبطة وتفوت زي غيرها ما فات. طب ليه ما قلتليش انك ناوي تعمل كده؟ خفت لما ترضاش. كنت عايزها اساهم بحاجة في الورشة عشان احس ان انا الشريك بحق وحقيقي. والعقد اللي معاك مش بيقول انك شريك بحق وحقيقي؟ ايوه، بس كان نفسي اساهم بحاجة. تساهم بالحلال، لان الحرام ما بيدومش. يا ما قلت لك كده ما سمعتش كلامي. سمعت كلامك يا حسين، ونويت، والله العظيم نويت، نويت من قلبي على التوبه، وربنا شاهد على نيتي. طب ايه اللي رجعك لسليم تاني؟ عقلي قال لي دي خبطه اخرانيه وهتفوت. تبقى ما توبتش. بقول لك نويت يا حسين، نويت. تبقى ما فهمتش معنى التوبه. حسين بدر السعيد. نعم. النيابة على ذلك. أنسة ياسمين. أفندم. أنتِ قلتي إن حسين بدر السعيد كان بيزوركم في البيت مساء الخميس الموافق 27 نوفمبر. أيوه. وقلتي إنه نزل بعد نص ساعة تقريباً من وصوله عندكم علشان حصل خلاف بينكم وبينه، اضطروا إنه ينسحب ويمشي. أيوه، هو ده اللي حصل. ممكن أعرف سبب الخلاف ده؟ ايه سبب الخلاف اللي خلى حسين ينزل من بيتكم بعد نص ساعة يا ياسمين؟ ساكتة ليه؟ تسمح لي يا فندم، أنا أرجوك، المسائل الشخصية اللي بينا ملهاش دعوة خالص بموضوع التحقيق، ومحبش أعلن عنها. بس النيابة يهمها إنها تعرف كل حاجة. أنا قلت كل حاجة بالنسبة لموضوع التحقيق، إنما أسرار الشخصية أحب أحتفظ بيها لنفسي. بلاش سبب الخلاف، أنا عايز أعرف إيه الدافع اللي خلاكي تحصليه وتروحي له بيته بعد ما نزل من عندكم، بالرغم من إنكم اختلفتوا وسابك ومشي. كان لازم أكمل كلامي معاه،
بخصوص الموضوع اللي احنا اختلفنا فيه. ولما رحتي له البيت كان موجود هناك ولا جه بعد انت ما وصلتي؟ لا انا رحت لقيته في البيت. كان الساعه كام؟ حوالي 9 9 الا ربع. وقعدتي عنده لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 11 ونص. عندك شهود على كده؟ على ايه؟ على انك رحتي له البيت الساعه 9 مساء ونزلتي من عنده الساعه 11 ونص. لا ما عنديش شهود. ادخل. تقرير الطبيب الشرعي يا فندم. يا حسين، تقرير الطبيب الشرعي اللي جه دلوقتي بيقول ان البصمات اللي موجوده على خزنه المجني عليه وعلى اداه الجريمه متلقه لنفس البصمات بتاعت عبده مندوب اللي موجوده جثته دلوقتي في مشرحه زينب. ممكن تتفضلي دلوقتي يا نساء ياسمين. ياسمين ياسمين انا مش عارف اشكرك ازاي. انا ما عملتش حاجه استحق عليها الشكر، ولازم تفهم ان بابا هو اللي صمم انه يساعدك، لانه اعتبر ان حياته اللي انت حطمتها مقابل حياتي اللي انت انقذتها في يوم من الايام، وبكده نبقى خالصين. ياسمين انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اصلح ولو جزء صغير من غلطتي الكبيره، بس ارجوكي ارجوكي اديني فرصه. انسى اننا اتقابلنا في يوم من الايام. ما اقدرش، انا بحبك بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. ارجوكي سامحيني، ده ربنا بيغفر ويسامح. تعالي نبتدي صفحه جديده ننسى فيها كل عذاب الماضي والامه ونعيش. نعيش كده بكل بساطه؟ وافرض اني سامحتك ووافقت، تفتكر هتقدر تعيش مع الانسان اللي انت حطمت حياته؟ فكر، واذا حسيت انك تقدر تشوف ضحيتك كل يوم قدام عينيك وهي بتتعذب، ابقى تعالى وخبط على بابي ان كنت تقدر.